السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد أو السب زيرو. أولاً حياكم الله يا شباب، وأعتذر عن تأخير الفيديو صراحة، يعني أنا وعدتكم أني راح أنزل الفيديو اللي طاف عن الهيرو رولز أو وظائف الهيروات، لكن للأسف تأخر يعني بغير إرادتنا. أنا فعلياً أنا واحد من الشباب سجلنا الفيديو تقريباً كان مدة نص ساعة، لكن للأسف إحنا مكسج الفيديو أو المنتجة تراك الصوت انحذف بالغلط، فصار لازم نعيده من أول جديد. فلها سبب أنا سويت الفيديو الصغير هذا، تقدرون تسمونه تصبيرة لحد ما إن شاء الله ننزل الفيديو الجديد. طبعا فيديونا هذا يتكلم عن مصطلحات دوتا والمصطلحات الدوتوية راح تشوفها بكل جيم. طبعا في ناس كثيرة جديدة على اللعبة أو مثلا الإنجليزية تحقتها مش مرة كويسة، فيستغرب مثلا الكلمات اللي تشوفها كل جيم، فأنا جبت لستة صغيرة وراح أشرحها إن شاء الله بالمختصر المفيد. طبعا خلونا نبدأ وبسم الله. أول كلمة عندنا طبعا دائما تشوفونها في كل بداية مباراة اللي هي GLHF، أو تعني good luck have fun، ببساطة تعني يعني بالتوفيق أو استمتع في المباراة وما إلى ذلك. في عندك كلمة lane معناتها مسار. في طبعا ثلاث أنواع من اللينات، اللي هو top lane أو المسار اللي فوق، middle lane المسار اللي في النص، البوت لين مسار اللي تحت. في برضه في ثلاث، في اكثر مسمى برضه، في دبل لين اللي هو الليل المعتاد، مثلا يكون في شخصين في المسار الواحد او هيروين المسار الواحد. في اللي هو برضه التريبل لين او التراي لين، يعني مثلا يكون في ثلاث اشخاص مسار واحد. طبعا هذه قليل مرة تشوفها إلا مثلا في البطولات أو في المباريات اللي تكون رسمية أو حماسية. أو في برضو السولو، السولو عادة يكون هو في الميدل أو في النص، معناتها الله إنه يكون هيرو متفرد بلين معين أو يكون الحالة ما مع أحد، هذا تعتبر سولو. في برضو اللينات، مسميات اللينات اللي هو الهارد لين والإيزي لين. طبعا هارد لين لين صعب، إذا لين سهل، وتسمى كذا يعني مثلا إذا كنت راديانت فاللين اللي فوق هو يعتبر الهارد لين، لأنه ببساطة أنت بعيد عن التاور حقك، أو فلذلك يخليك أنت بخطر. أو برضو يسمونه السوسايد لين أو لين انتحاري، يعني مثل ما قلت إنه معرض الخطر، أنت أو الموت أكثر من اللين تحت. طبعا إذا كنت داير الهارد لين يكون تحت، وإذا كنت راديانت الهارد لين يكون فوق، والعكس صحيح الإيزي لين. لا إيش كمان عشان ما أنسى. في برضو كلمة الجانك. طبعا الجانك أنا مو قادر صراحة ألقى الكلمة العربية اللي تشرح الجانك صحيح، لكن أتوقع في العامية نقولها إحنا غدرة. طبعا عادة الجانك إنك تغدر في الهيروات اللي ضدك وتقتلهم. يعني عادة الجانك مكون من شخصين أو أكثر، يعني اثنين من تيمك يغدرون في اللين اللي فوق ويشلونهم، هذا يعتبر الجانك. في برضه عندك كلمات اللي هي ستان، تعتبر إنك تستخدم أي مهارة من مهاراتك وتوقف الهيرو اللي ضدك. في برضه سلو نفس الحكايه، تستخدم اي مهاره وتسوي تبطيء الهيرو اللي ضدك. في ايضا كلمه نوك، نوك ببساطه انك تشيل الهيرو ضدك باسرع وقت ممكن، يعني تسوي له اقوى دمج تقدر انت تسويه او تيمك يسويه. يعني اذا قلت نوك شخص معين، هذا الشخص المفروض يموت بسرعه يعني بلمحه بصر. في برضو من الكلمات اللي هي كول داون، كول داون تعني ان المهارة اللي عندك لسه ما اكتملت. في عندك من الكلمات اللي هي النوب، طبعا النوب هذه اتوقع بكل عالم الجيمز موجودة، يعني شخص مبتدئ او مو عارف يلعب. في عندك برو محترف او بروفيشنال. في عندك كلمة الله عشان ما انسى كلمة الفيد. الفيد انك تموت كثير وتعطي الهيروات ضدك فائدة
انهم ياخذون منك اكس بي او فلوس. طبعا انت ببساطه اذا مت من هيرو معين راح ياخذ منك 200 جولد او لا 250 جولد وعليها. فهذا انت تسميها انت سويت له فيد او اعطيته فلوس. في ايضا من الكلمات اللي هي البي، تكون فقط حرف بي معناتها باك او ارجع. بوش معناتها انك تسوي ضغط او تضغط الهيرو الهلا تضغط الفريق اللي ضدك بحيث انك تدف اللين معين بحيث انك تشيل الكريبات بسرعه او او التورات بسرعه. طبعا البوش هذا يكون مع التيم كامل، يعني تتحركون بلين معين وتشيلون التورات اللي فيه او تمسحونه مسح كامل. في برضو من الكلمات هي البيبي ستر. بيبي ستر عادة يكون سبورت ويجلس مع الكاري بحيث انه يعني يتأكد ان الكاري يعني يضبط له الوضع، يعني يتأكد ان الكاري ياخذ فارم وما الى ذلك. طبعا مثل ما قلت البيبي ستر يكون هارد سبورت، وظيفته وحيدة فقط ان يمشي مع الكاري ويهيئ له الجو المناسب. برضو من الكلمات اللي هي روم او رومينج او رومر. ببساطة الرومينج هو الهيرو الطليق او الحر اللي يتحرك في كل مكان في الماب، يساعد الفريق كامل سواء فوق او تحت. فيتحرك يعني يروح الفوق ينزل تحت يروح مدل، هذا الروم او الرومينج. في من الكلمات برضو اللي هي ال MVP Most Value Player او بالعربي رجل المباراة. في من كلمات جي جي معناتها جود جيم او الجيم كويس. طبعا تشوفها اذا انتهى الجيم عادة، يعني معناتها خلاص الجيم انتهى و جي جي جيم كويس. في برضو من كلمات دبليو بي معناتها ويل بلايد او صح عليك او لعبت صح. وبس اتوقع اني قلت كل الكلمات او المصطلحات المهمة، واتمنى اذا نسيت شيء تكتبونه تحت في الكومنت وان شاء الله ارجع ارد عليها. برضو بضيف شيء اخير، اللعبة لسه تراها ما نزلت رسمية، لسه تجريبية وبيتا، فرجاء لحد يشتري اللعبة، يعني اللي يبغى اللعبة يطلبها منا. يعني انا شخصيا عندي كثير انفايتات اقدر ارسلها اي حد يبغى اللعبة، او الشباب برضو ما يقصرون. فاتمنى اللي يبغى لعبة بس يطلبها ولا يشتريها يعني. وبس، وهذا فيديو ان شاء الله يكون افادكم، واتمنى منكم الدعم البسيط. يعني اصحاب القناة اتمنى انكم تضيفون القناة في القنوات الصديقة، واتمنى منكم يا شباب اللايك والسبسكرايب والفيفوريت، وان شاء الله نتواجه فيديو ثاني. السلام عليكم.